محمود اطلع يا حوده. انا مش عارف هتفضل هربان مني كده لحد امتى. صدقني يا حوده اللي بقى في حياتك لحظات. اسمع مني يا ابن المطر، يحلك 100 مرة باللي انت فيه ده، وهو بالمرة تموت شهيد. اطلع يا حودة. مش عارف انت مخبوط بعربية نقل ولا مالك. مش قادر. انت في العناية المركزة حبيبي. مش قادر. مش قادر يا دكتور. هجيب الشاكوش بتاع الرجلين. لا شاكوش. تعالى لا. يا شاكوش. شاكوش لا. ها. لا شاكوش لا. يبقى تسكت خالص. رجلي مش قادر. يا ابني انت مفروم، يا جات على رجليك. ما هي اللي وجعاني دلوقتي. زعيقة كمان. وهنزل عليك بم اسلام هفرتكك وهنسى اني دكتور خالص. يا ابني انت في العناية. عينيه ايه؟ مركزة؟ لا المخففة. لا انت الكلب اللي خبطتني. ايه ده، هي واحدة؟ بجد؟ لقيت موزة اوي. موزة؟ اوي. كلمني عنها شوية. ايه؟ كلمني عنها شوية. ما هي اللي جابتني هنا. هي اللي جابتك هنا؟ انت مفيش حد يا ابني معاك، ولا حد سأل عليك، ولا ليك اهل اصلا. مفيش حد ايه؟ يعني سابتني ومشيت؟ بعتني بنت الجزمة. معلش سيب البنطلون. بعتني. معلش. بقول لك يا دكتور. نعم. هو انا تعبان قوي يعني؟ بس يا جدع انت يا جدع. يا دكتور يا دكتور خد، بس اقول لك خد. دكتور خير ارجوك طمني، بالكم اكتر من 3 ساعات. انت الصبح قلت لي ان هي مش هتاخد وقت كده. الحمد لله العمليه عدت على خير، هي بس كان في مشكله ان احنا عندنا شويه عيوب خلقيه يعني، بس احنا عرفنا نتعامل مع الوضع وسيطرنا عليه والحمد لله العمليه عدت. طيب هي عامله ايه؟ ارجوك طمني عليها. هنضطر بس نحجزها في العنايه المركزه فتره كده لحد ما نطمن عليها. عنايه مركزه؟ هي حالتها صعبه للدرجات يا دكتور؟ لا ما تقلقش خالص. بعد اذنك. على فكره انت النهارده كنت ممتاز دكتور سليم، شكر فيك جدا. مرسي يا غالي. بقول لك ايه، انت وراك ايه ورا الشيفت بكره؟ مش ورايا حاجه. حلو، طب ما تيجي نقعد اشرح لك اللي دكتور سليم قاله النهارده في المحاضره وفاتك يعني عشان مستقبل وكده. يعني ده يبقى كتر خيرك والله. تمام، بس بشرط هتعزمني. تمام. سلام. يا عم امير انت فين يا عم؟ انا بدور عليك. ايه يا ابن الخير، في حاجه ولا ايه؟ شفتها؟ شفت مين؟ شفت وشها ولا عينيها ولا جمالها؟ شفت رشاقتها وهي بتشتغل؟ انت بتتكلم عن مين؟ لارا يا عم لارا، هو في غيرها؟ امير يوسف ازيكم؟ الحمد لله يا دكتور. انتوا نبطشيه النهارده صح؟ صح يا دكتور. طيب انا خدت اجازه يومين وهقفل الموبايل، مش عاوز حد يتصل بيا خالص، واثق فيكم جدا. تلا يا شباب. تمام يا دكتور، كانك موجود بالظبط. تمام. ماشي. ندى حبيبي بابي، انا عارف ان انت يمكن ما تكونيش سامعاني دلوقتي، بس انا محتاج لك قوي. لازم تقومي بالسلامه، انا حياتي ملهاش طعم من غيرك. انا ببقى عايز افضل عايش عشانك انت بس. انت انا كاتره البهايم. اسف. ولا يهمك. يا بنتك دي بنتي الوحيده، ربنا يشفيها لك. شكر ربنا يخليك. او يشفيك بقى من اللي انت فيه ده. يا نهار ابيض، هو انا حالي متداش من الدرجه دي؟ ندى حبيبي بابي الحمد لله على السلامه. طب حاسه بايه قولي لي حبيبتي؟ طب انت مش عارفه ان اي الم احنا بنحس بيه بيتحسب لنا عند ربنا حسنات كتير قوي لو احتسبناها عنده؟ الحمد لله على السلامة. يا ترى حسب ايه النهارده؟ يلا يا بابي قولي للدكتور حسب ايه، بلاش انا. يا بنت قلت لك قبل كده 100 مرة بلاش تشيلي في نفسك كده. كتومة جدا زي الاخر.
ما بتطلعش على جواها مهما كان كبير. طب بلاش حسب ايه؟ اسمك ايه؟ قولي للدكتور اسمك. كده هخمن انا على فكرة. نور؟ ما اسمهاش نور. يلا حبيبي قولي للدكتور اسمك. خلاص انا هسميكي نور عشان انتي منورة المستشفى كلها. لا لا، انا خلاكي تبتسمي، انا كنت قمت ضربته عشان انتي عارفه انا بغير عليكي قد ايه. شفتي بقى تجيبيلي الضرب ازاي؟ ينفع كده؟ خلاص هستأذن انا وهعدي عليكم كمان شويه، تكوني اتحسنت شويه برضو. متشكرين يا دكتور. على ايه بس؟ انا ما عملتش حاجه، هي عموما من بكره ان شاء الله هتنقل غرفه تانيه لوحدها. بعد اذنكم. سليم؟ ايه يا حبيبي؟ انا تعبت قوي من القعدة لوحدي، ولا انا مش من حقي ان انا اشتكي؟ عارف يا أمير، البنت الجديدة دي هتجنني والله، هتجنن أمي والله البنت الجديدة. أنت عبيط يا ابني. أنت عبيط بس أنت مش فاهم حاجة. أنت بتحسش على فكرة. سيبني عشان أنا مركز دلوقتي. ازيكم يا شباب؟ تمام. دولي يا ستي أمير ويوسف. أمير الفنان الغامض اللي مش عايز يرسمني، مش عارفة إيه اللي جابه معانا في كلية الطب أصلا. أهلا بيك. وحضرتك يوسف؟ آه اهلا وسهلا، انا لارا زميلتكم الجديده. اهلا بك يا يوسف. طلعت شله دكتور مجدي ورايا ان شاء الله. كتير بسال نفسي انا ازاي اتعلقت بيكي بالسرعه دي، رغم اني كنت فقدت الامل ان اعرف احب، وافتكرت ان انا هكمل وحيد. عمري ما لقيت جواب للسؤال ده، غير اني مش بعرف اكون سعيد غير وانت جنبي. Thank you.
واخبار ركب حضرتك ايه يا دكتور؟ لا 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 النجار اللي جيت حس ان هو دكتور عظام قايل قوي. اتفضلي. اهلا يا غاده. دكتوره غاده محترمه شفت؟ خبطت قبل ما تخش. احترام دي هتبقى احسن دكتوره عندي في المركز. وايه الشطاره في الخبط يعني؟ بعد كده هطبل لك على الباب يا دكتور. سخيف قوي انت. اتفضلي يا غاده. ده تقرير توديه للدكتور سليم وتقولي له اهتم بالحاله قوي عشان باباها رجل اعمال مهم. حاضر يا دكتور، بس يعني في حاجه صغيره كده عايز اقول لك عليها. في ايه صغيره يا غاده؟ في ضابط مباحث عايز يقابل حضرتك. في ضابط ايه؟ ضابط مباحث. صباح الخير يا ترى، ايه الاخبار النهارده؟